عملية تحويل الأموال إلى وجهة أخرى والهجرة خارج الوطن بعد الاستفادة من مشاريع أونساج عرفت ارتفاعا كبيرا في المدة الأخيرة بسبب غياب مرافقة وكالة دعم وتشغيل الشباب أونساج، وهو ما جعل عشرات المستفيدين يواجهون العدالة. التفاصيل مع وليد بهراوة. غياب المرافقة ونقص متابعة المشاريع هما أهم الأسباب التي تؤدي بالمستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى بيع عتاد الإنتاج وتحويل الأموال إلى وجهات أخرى أو حتى الهجرة خارج الوطن، الأمر الذي يستدعي تغيير آليات المنح والقرض. العملية برمتها إيجابية من حيث ما قدمته خلال السنوات القادمة من أرقام تشغيل، ولكن تحتاج إلى خطوة أخرى في تقييم الاستثمار وتقييم النجاعة وتقييم الأداء من أجل مرحلة قادمة، وهي تحسين ظروف استغلال واستعمال أموال الدولة في قطاع التشغيل. رغم وجود تشريعات تنص على موافقة ومتابعة المستفيدين بعد تجسيد مشاريعهم للتقليل من الظاهرة، إلا أن تنفيذها غائب على أرض الواقع. قوانين المنشئة لهذه الهيئات ومختلف الإجراءات المعمول بها داخل هذه الهيئات، هناك إجراءات متابعة. الآن لابد من الوقوف على تنفيذ الإجراءات بأتم معنى الكلمة حتى نصل إلى التقليص من تهريب الأموال. نسمع عليها اليوم أن العديد من الشباب لم يقم بمتابعة إنشاء مؤسسته، وهناك فكرة أنه يأخذ الأموال ويهاجر أو يأخذ الأموال ويحولها إلى نشاطات أخرى. رغم غياب المرافقة بعد تجسيد المشاريع، إلا أن تحويل عتاد المشاريع أو الهجرة خارج الوطن يجر أصحابها إلى أروقة العدالة، وهو ما شرعت فيه البنوك مؤخراً.